تمام. والسادسة والنصف على الوطنية الثانية، هذه نشرة الأخبار وتشاهدون فيها بعد لحظات. أزمة المحروقات بغرب ليبيا تجد الحلول في العبور عبر الأراضي التونسية. مشروع نموذجي فلاحي بإحدى مدارس الرقاب، أعداد ناشئة لحب العمل والتعويل على الذات. وفي القيروان فسقية الأغالبة تاريخ مهمل بحاجة إلى صيانة وترميم. تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم. يبدو أن الأوضاع الأمنية ببعض المناطق بليبيا أخذت منعرجا خطيرا أثر على تزويدها بالمحروقات، وهو ما اضطر السلطات هناك إلى نقل كميات عبر الشاحنات عبر الأراضي التونسية لتأمينها وإيصالها بسلام إلى المناطق الليبية المعنية. 31 شاحنة ليبية محملة بكميات من المحروقات عبرت الأراضي التونسية عبر معبري راس جدير وذهب الحدوديين. هذه الشاحنات كانت قد انطلقت من مصفات الزاوية الليبية في اتجاه مدن جبل نفوسة تأمينا لحاجيات هذه المدن الليبية من المحروقات. القافلة تحتوي على كمية من البنزين والديزل اللي اخوتنا في جبل نفوسة، يأتي في التخفيف معناتك حدة الأزمة اللي موجودة في ليبيا، وفضل اخواننا التوانسة ساعدونا على هذه الأزمة. هذه المحروقات التي تم تأمينها من قبل وزارة النفط في حكومة طرابلس سيتم توزيعها على مدن جبل نفوسة وغدامس التي تشهد اضطرابا في توزيع المحروقات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. رفع لهم لسونس ومازوت يقولوا معناها بالليبي بنزينة ونافطة. أخوتنا فوق يعني زي كنا ليبيين، يعني ما الحاجه اللي بناخذها بياخذها هم من معها حصتهم. الله يخلينا الليبيين والتوانسه على كل يد واحده، ولا نحب نفوتنا للمناسبه نهني نحيي اخوتنا التوانسه على مجهوداتهم اللي قاموا بها معنا، ونشكر الديوانة التونسية. تأمين هذه المحروقات يأتي في سياق تدخل أممي ليبي لتوفير المواد الاستهلاكية الإغاثية لمدن غرب ليبيا. تمكنت الديوانة التونسية بميناء حلق الوادي الشمالي مساء اليوم من إحباط عملية تهريب نحو 27 قطعة سلاح ذات أعيرة مختلفة، وفق ما أكدته الملحق الصحفي بالديوانة سلمى قلمون، التي أوضحت أن الأسلحة كانت مخفية بإحكام داخل مخابئ معدة للغرض على متن سيارتين قادمتين من جنوة بإيطاليا ومرسيليا بفرنسا. وبينت أن أعوان الديوانة بالميناء قاموا بحجز كمية الأسلحة وتحرير محضرين في الغرض مع حالة سائقي السيارتين على أنظار المصالح الأمنية المختصة لمزيد البحث والتحري. في سيدي بوزيد بادرة نظمت إحدى المدارس الابتدائية لتزرع في التلاميذ مبادئ إنسانية هامة هي التعويل على الذات وعدم التواكل وحب العمل. هذه الصفات اجتمعت في نشاط التلاميذ الذين حولوا ساحة مدرستهم إلى مشروع فلاحي متكامل بمجهودهم الخاص. هذا المنتوج الفلاحي هو مشروع نموذجي بمدرسة أولاد عيوني برقاب من ولاية سيدي بوزيد، جاء ببادرة من الإطار التربوي والتلاميذ ليساهم في تنمية الموارد المالية للمدرسة. فكرة المشروع هذه انطلقت في حصة التربية التكنولوجية، احنا متعودين نعمله في الجر، عملنا 5 زيتونات، بعد عام معنا الزيتون هذا كبر ما شاء الله وعطى معنا مردود به، انتقلت الفكرة، اجتمعنا مع الإطار وحاولنا للمشروع نكبروه في عوض 5 زيتونات، ولت تقريبا عندنا 300 زيتونة. بالطبيعة المشروع هذا انخرط فيه الإطار التربوي الكل وعاونونا فيه الأولياء تشاورنا مع المعلم باش نزرع زيتونات، زرعنا 3 زيتونات مصلي يعني به عام كبروا، ولينا اتفقنا مع المدير والإطار المدرسي باش نزرعوا زيتونات أخرين. محاصيل الخضروات يتم استغلالها في تحضير الطبق اليومي للتلاميذ، وفائض الإنتاج يتم بيعه والاستفادة من ثمنه لتحسين الأكلة. ننجو في البصل في السلق في معدنوس، ووصلنا حتى نبيعوا من السلق ونعوض به باش في مواد اخرى كبطاطا باش نغطوا الخضروات اللي استحقوها في المطعم المدرسي. نجاح هذا المشروع الفلاحي النموذجي بمدرسه ولاد عيوني شجع القائمين على شؤون عدد من المدارس المجاوره على الاقتداء بهذه التجربه. المشروع هذا حب يوري فكره انه تنجم تكون المشروع المدرسه تعمل مشروعها الذاتي،
انطلاقا من موارد بسيطة وقاعد ينتشر في المدارس المجاورة. تجربة هذه المدرسة طلائعية في محيطها لما تساهم فيه من تحسين ظروف الدراسة وأحساس التلاميذ والمربين بالانتماء لفضائهم التربوي. لا يزال التلاميذ يعيشون على وقع امتحانات البكالوريا، وبعد انتهاء الجزء الأول منها يستعد المترشحون للمواصلة من خلال التحضير الجيد الذي تتخلله بعض فترات الراحة واسترداد الأنفاس. لما انتهت المرحلة الأولى من اختبارات البكالوريا كانت الفرصة مواتية بالنسبة إليهما للتقييم والوقوف على النقائص ودعم ما حصل من إيجابي قبل 48 ساعة من المواصلة. دفارات عدو بهين عنا دفار واحد كاو جينا خايب اللي هو الماتيغ دو باس سيانس وكاو سينا الأخرين كلهم بهين وفي المتناول معنى تعطلين ذا كل أنا برشا في اليتود قلينا يتوديت نحضروا نغوب نخدموا برشا معنى اكزرسيسيت وكل فترة راحة استغلتها هدى وأريجة للانطلاق من جديد والاستعداد للبكالوريا دون أن تهمل لحظات ممتعة من الترفيه والترويح عن النفس. خرجت معناتها فرحت أن الحق وهكا نروح نقرأ الصباح شوية نخرج العشية مشيت البحر معناها كدي باش نحاول نتعرف معناها على راحتي وما نستريسيش باش ما ندخلش بعضي وكا معناها حاولت نلعب على معناها على المورال متاعي. نجم ترتاح معناتها من ستريس يتعدى الكل وأميم طان هكا مازال عندك معناتها شانس باش تزيد تريفز وتكمل اللي معناتها في البريود ريفيزيون ما ريفزتوش. اختيار هاتين المترشحتين لتخطي فترة الراحة أسنده تفاهم أبوي وإحاطة أسرية. نحاول ديما باش ننزل المورال ونقولها ارتاحي رتحي تو خاطر عام كامل تخدم وتقرا وكذا حسي لما بتدور معناها لازم ترتاح شويه ترتاح صغير بور ريكيبيري وتدخل في فورما فهمت الامتحان. بعد انتهاء فترة الراحة عود على بدء بحلول يوم الغد وأمان جديدة للنجاح والتألق. مهما تنوعت فضاءات الرعاية المخصصة لأطفال التوحد يبقى للأولياء الدور الرئيسي في الإحاطة بأبنائهم. في قفصة تم تناول هذا الموضوع الهام خلال ندوة علمية حول التوحد لتحسيس الأولياء بالطرق المثلى للإحاطة بأبنائهم. أنشطة فكرية وترفيهية متعددة يقدمها مركز الحمائم للإحاطة بالأشخاص ذوي التوحد بولاية قفصة بهدف إدماجهم والحد من درجة اضطرابهم النفسية. ثم مؤشرات على مسار أحسن بالنسبة للصغيرات هذوما في أنهم ينجموا يدخلوا على الأقل اجتماعيا تكون عندهم دراسة إلى مستوى معين وتكون عندهم قدرات اجتماعية وذهنية معقولة بالنسبة لأعمارهم بعد الاهتمام أكيد وقت يكون فما اهتمام مبكر. ولمزيد تحسيس الأولياء وتشريكهم في النهوض بالتوحد والصحة النفسية لأبنائهم نظم مركز الحمائم ندوة علمية بحثت في حقوق الأشخاص ذوي التوحد ومستجدات العلاج. نكون واعين بحالتهم نتقبلوهم كما هم ندمجوهم في سواء في المحيط الداخلي معناتها في العائلة مع الأقارب مع الإخوة مع الأصحاب مع الجيران في المحيط الخارجي طفل التوحد ما نسكروش عليه الباب. اليوم الحمد لله عرفنا الدياجنوستيك الصحيح بمساعدة الأساتذة والأطباء الجامعيين نعرف التشخيص الصحيح نعرف طريقة الخدمة مع الصغار والحمد لله توصلنا برشا حالات الوليدات اندمجوا ودخلوا للمدارس. ويمكن في تونس نستغل وجود القانون نتاع الإعاقة اللي يوفر يعني سقف أدنى من الخدمات ثم فوق منه نطالبوا بأشياء خاصة بالتوحد لأنه يبقى ديما وضعية مختلفة وللأسف الوعي بالشيء هذايا ضعيف مازال في بلادنا. هذا وتشكو ولاية قفصة من نقص أطباء الاختصاص في مجال الصحة النفسية للأطفال رغم أنها تسجل حالة إصابة بالتوحد على كل 185 شخصا. من المظاهر الغريبة التي يشتكي منها المواطن بجابس استغلال جسر المترجلين بالكورنيش من قبل السيارات والعربات الأمر الذي أضر بالمواطن وأصبح مدعاة لتذمر كبير يتطلب تدخلا عاجلا. تحول جسر المترجلين بكورنيش مدينة جابس إلى جسر لتنقل السيارات والشاحنات. مفروض يا أخوي ما يتعدوش من هنا، هذه عاملينها قنطرة للنسات مترجلين واحد وكذا ومش معقول مش تعدوا من هنا وسكرناها برشا مرات فهمت ويجوك ماي البلدية فهمت هم اللي حلوها. استقربوا في المسافة هيك نقول حكم هذه تهز النهارة
تهبط معنا الكورنيش البحر. أصحاب السيارات والشاحنات الذين يستعملون هذا الجسر أكدوا أن ذلك يساعدهم على ربح الوقت. الجسر هذا مسافة أقصر بالنسبة للسكان يسكنوا منه، معنا طريق كيسات الكوليك هذيك هي كعلاش واحد يحتار يخير يعطني هذه الكيسات ناقصه في جيبس، مش كاين جسور برك، معنا جسور جمله في جيبس. اداره التجهيز بجيبس اكدت ان استعمال هذا الجسر من قبل وسائل النقل المختلفه قد يتسبب في اخطار لمستعمليه. هو بور لو مومون معناها البيطان ولا لاسيز نتاع الجسر تتحمل مبدئيا، اما الانتير بالشارج اللي تصير عليه معناها يتهرى يطيح ريسك انه يطيح. وحنا ندعو معناها المواطنين كافة المواطنين معناها باش ما يعدوش يتعدوا عليه، خاطر يمثل خطورة على المستعملين العربيات اللي يمشوا عليه اللي هو بريفيو ماهوش بتاع عربيات. خلال السنوات الأخيرة برزت الحاجة لإنجاز جسور جديدة على وادي جابس، وما يحدث بجسر المترجلين يبرهن على ذلك. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في جملة الاعتداءات التي طالت أمس بالشارع الرئيسي العاصمة عددا من الصحفيين، وأطلع النقابة على نتائج هذا التحقيق معلنة أنها كلفت طاقمها القانوني بتتبع المعتدين قضائيا. واستنكرت النقابة في بيان لها تعمد قوات الأمن الاعتداء على عدد من الصحفيين أثناء أداء مهامهم رغم حملهم لصدريات تشير إلى صفاتهم الصحفية. في عديد المناطق يواصل عديد الحرفيين الاهتمام بحرف مهددة بالاندثار من خلال تثمينها والمحافظة عليها وتوارثها من جيل لآخر. في هذا المحل الصغير وسط المدينة العتيقة بالقيروان قصة نسجت خيوطها منذ 59 سنة، هي حكاية رجل أحب حرفة النسيج. أنا مولود عام 41، تعلمت عام 56، يعني عمري 16 سنة تقريبا. هكا نصنع البرنوس، نصنع الجبة، نصنع الفراشية. رغم تقدمه في السن لا زال الرجل ثابتا بضرباته التي تحمل إحساسا كبيرا، ولا زال متشبثا بمهنته التي يتمنى أن تزهر من جديد. التكتيكة بتاع النزق هذيك كي تسمعها تحس بها نقول معدل ولا مش معدل، كيما الإنسان يعدل العود باش يغني ولا باش يعمل، احنا نعدلوا نقول بالجبدة هذيك. بالقرب منه يقف ابنه، وليس بعيدا من المحل ابنه الثاني سار على درب أبيهم، هي قصة عشق منذ الصغر. بالنسبة للصنعة هذه أنا نعرفها من الصغر، ديما نجي بعد الوالد جي لهنا بعدها نبدأ نلعب بالخيوط نبدأ فهمتني ونفح بها. نجبدني للصنعة هذه واصلت في الخدمة في الصناعة التقليدية. الواحد يحفظ يترك الصنعة راي ما في الآخر الواحد يلقاها كنز، الصنعة هذه ما تعوضش بأي حاجة. جيل بعد جيل تتوارث بعض المهن والحرف، لكن الكثير من شباب اليوم هجروا صناعة الآباء والأجداد لأنها صعبة وتتطلب الكثير من الصبر. فسقية الغالبة بالقيروان، هذا المعلم التاريخي الذي تحدى الزمن على مر السنين يبدو أنه مهدد اليوم وأكثر من أي وقت مضى جراء الإهمال والتهميش، الشيء الذي جعل مكونات المجتمع المدني تتحرك للحفاظ على هذا المعلم. البرك الأغلبية في مدينة القيروان شاهد على العصر، تروي قصة عن التاريخ المجيد وعن فن وعمارة تحدت الظروف المناخية والجغرافية. هذه في الحضارة الإسلامية تعود تأسيس هذه البرك الأغلبية إلى أبو إبراهيم أحمد سنة 246 هجرية الموافق ل 860 ميلادية. صورة محزنة يبدو عليها المكان، فقد فشلت السلطات في ترميم وصيانة المعلم التاريخي. ورغم هذه القيمة التاريخية الكبيرة لهذه البركة إلا أنها لم تحظى بعناية حكومات المتتالية والسلطات. بعض الزوار التقيناهم تحدثوا عن حزنهم وأسفهم لما آلت إليه الأوضاع
فبين الأمس واليوم انقلبت الصورة. كانت كما نقولوا متحف ونوار وزينة وجوزان وكل شيء، ولات كي جبانة سلموا فيها مرة واحدة هك تغزل. أنا والله لم تحب نجي لأنه قلبي يغص عليه، برشا معالم مشيت برشا وشوف فيه مسخ، فيها تلوث، فيها جراثيم ممكن ولا ما يصلحش، لازم نقيوه إن شاء الله. رغم القيمة الحضارية والتاريخية للبرك الأغلبية، فإن الإهمال لا زال يخنق المكان، فمتى تستيقظ الهمم لإصلاح الوضع؟ نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمشاركة المجتمع المدني في المسير يوما تحسيسيا تحت شعار الشباب لا عنف لا إرهاب. التظاهرة تخللتها عدة أنشطة استعراضية وثقافية بحضور جماهيري كبير. شباب لا عنف لا إرهاب، تظاهرة شبابية تحسيسية شهدتها مدينة المنستير، شارك فيها المئات من المواطنين والشباب الناشط في دور الشباب والجمعيات والمنظمات الوطنية تعبيرا عن رفضهم للإرهاب. الهدف من هذه التظاهرة هو أولا بالأساس اختتام السنة التربوية لمؤسسة الشباب متاعنا، ثانيا هو تنشيط الحركة السياحية، وكلمة شكر لكل الأمنيين والجيش وكل المدخلين في الصف الأول. في مستوى البرامج قاعدين احنا نشجعوا في المؤسسات باش تدخل في عمليات تعاون وشراكة مع الجمعيات دي، وخصوصا في مواضيع وعناوين اللي تمس خاصة الإرهاب وخاصة العنف. ملامح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في الإحاطة بالشباب أمام ما يعترضهم من مشاكل يبقى منقوصا ما لم يكن في رؤية تشاركية لكل القطاعات المهتمة بالشباب. بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة استراتيجيتها في الواقع تعتمد على 4 نقاط أساسية: موصل دعم مجهود مؤسسات الشباب ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة، النقطة الثانية اللي هي مركز وقطب الإعلام والتوجيه اللي بشق أحدثه في رادس لتمكين الشباب التونسي من المعلومة، النقطة الثالثة اللي هي برنامج سياق توجيه الأرياف والتنشيط نوادي الأرياف. عروض تشكيلية ومسرحية وفنية احتضنها فضاء الميناء الترفيهي بالمنستير في اليوم التحسيسي ضد الإرهاب والعنف بمشاركة شبابية من كل أنحاء الولاية. التظاهرات هذه تشجع الناس باش تتعاون وتتضامن وتحببنا في تونس. الشباب الكل اليوم موحد، الكلمة واحدة اللي هي ضد العنف وضد الإرهاب، وإن شاء الله نطوروا التظاهرات هذه على مستوى إقليمي وعلاش لا وطني. تحية تونس. تعابير شبابية سلمية لمقاومة العنف والإرهاب تؤكد أن الوقاية مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية السليمة وإحاطة تربوية متواصلة للشباب. فتح اليوم مطار المنستير الدولي أبوابه للعموم لمتابعة تظاهرة هي الأولى من نوعها. السباق الدولي للطائرات الجمهور تابع تنافس 10 فرق للترشح للجولة الثانية بإسبانيا والثالثة بنيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية. طائرات تتنافس وأعناق مشرقبة تطارد صورا لحدث هو الأول من نوعه في تونس والذي احتضنه مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي. تقبل جماهيري رغم حرارة الطقس. من العشرة وإحنا لهنا وبالسيف باش خلطنا ومش منظمة ياسر بصراحة. ما شاء الله عليهم بالحق، ما شاء الله عليهم، برافو مدينة ومشرطة ومكل. كانت الطقس حارا جدا وكان اليوم صعبا لجميع المواكبين لهذه التظاهرة، إلا أنها أعجبتني كثيرا. الحقيقة التفريجة صعبة والدخلة الحقيقة النظام تعب ياسر في الدخلة، الزحمة وصغار وسكروا علينا الباب. كثيرون تسلحوا بقبعات وآخرون بشمسية هربا من أشعة الشمس. والله السمش برشا وصغار بدأوا يقلقوا وخطر برشا السمش بصراحة. والله يصابات فرش على بريكدا على حاجة مزيانة أول مرة نشوفوها في تونس وبالأخص في المستير. الإعلاميون بدورهم سعوا لنقل تفاصيل التظاهرة والاقتراب من الطيارين فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. قالك ممنوع دخول الداخل وتصور ولا تعمل ديزانترفيو مع البيلوت ولا هذا معناه الكواليس الكل اللي استريكتومون انتردي باش تدخل. اكشف الحضور الكبير اللي صار معناتها اليوم، معناتها تشوف الواحد في الناس اللي حضرت اليوم، ولكن تلقى يعني ظروف نتاع عمل ماشي جيده. ما فهمناش معناها كرياج معرض لنا، ما فهمش احنا باش نخدموا ولا باش نتفرجوا ولا جينا، معناها مجرد انا جينا للمطار لا اكثر ولا اقل. الرئيس واحد تظاهره دوليه في نسختها الاولى
وسعي إلى تفادي بعض النقائص التنظيمية. لأنه احنا مستدعين للسباق العالمي للطائرات هذا باش يتم في تونس وفي مطار المستير بالتحديد لثلاث سنوات متتالية. احنا هنا قاعدين نلاحظوا إذا أي ثم أي نقص، إذا ثم أي ملاحظة احنا قاعدين نسجلوا فيها وبحول الله نداركوها في الجولات المقبلة إن شاء الله. مطار المنسير لحبيب بورقيبة الدولي شهد اليوم تظاهرة دولية ليثبت أن تونس قادرة على احتضان كبرى السباقات ولتحلق 10 طائرات في سمائها آمنة. صعود فريق أولمبيك سيدي بوزيد للرابطة المحترفة مثل الحدث بالجهة حدث وفرحة لم تمنع عديد التساؤلات خاصة حول غياب ملعب مناسب بالجهة. المطلب ترجمة حملة تدعو إلى الإسراع بإيجاد الحلول قبل انطلاق الموسم القادم. وينو ستاد شعار رفعه أحباء أولمبيك سيدي بوزيد بمختلف الفضاءات التجارية والمقاهي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إثر صعود فريقهم إلى الرابطة المحترفة الأولى، حملة خصصت لكشف الوضع المتردي للملعب المعشب الوحيد بالجهة. وإحنا راهو نداء لكل السلطات الجهوية والسيد الوزير ورئاسة الحكومة، راهو مش معقول جمعية في حجم وفي عرق سيدي بوزيد وخاصة الاستحقاق اللي قادمين عليه معناه الانتماء للرابطة الأولى، مش معقول راهو باش نعيشوا البنية التحتية هش. إلى جانب الحالة السيئة للعشب إشكال آخر يطرح يتمثل في غياب مدارج تحتضن أحباء الفريق الضيف. بالنسبة للبنية هذه بصراحة هذه أكبر 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 حاجة مشكلة تعاني منها سيدي بوزيد. ما نعرفش إن المسؤولين كيف كانوا يفكروا قبل يجوا في بلاصة جرادان فيزيتير ويبنوا فيستير متاع لعب قوى. بصراحة مش مدخل الفوت في لعب قوى. مشجعون والمسؤولون على حد السواء شددوا على ضرورة تدخل السلطة الجهوية والمركزية لإيجاد حل جذري لهذا الإشكال. تم التطرق لأهم الإشكاليات اللي تعاني منها الملعب وخاصة التعشيب ورفع التحفظات اللي أبدتها للمصالح المختصة، وتندرج هذه اللقاءات هذه في إطار الإعداد لزيارة السيد الوزير المرتقبة للجهة واللي باش على ضوءها هي باش نرفع مختلف المشاغل نتاع القطاع هذا. حوالي شهرين تفصيلنا عن موعد انطلاق الموسم الرياضي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والسؤال الذي يطرح هل بإمكان السلطة المعنية حل كل الإشكاليات المتعلقة بتهيئة الملعب خلال هذه الفترة؟ ختام النشرة وإليكم العناوين. أزمة المحروقات بغرب ليبيا تجد الحلول في العبور عبر الأراضي التونسية. مشروع نموذجي فلاحي بأحدى مدارس الرقاب أعداد ناشئة لحب العمل والتعويل على الذات. وفي القروان فسقية الأغالبة تاريخ مهمل في حاجة إلى صيانة وترميم. نشكر حسن متابعتكم في أمان الله وإلى اللقاء.